هقوم اعمل لك قهوه. سيبك من القهوه واسمعيني، وانت قريب ركز معايا عشان تفهم اللي اقوله. معنى ان صلاح التوخي يروح بيتنا يبقى مركز في الموضوع وشايله على صدره. ده كان محروق جدا وهو بيتكلم مع طنط. مؤاخذه يعني يا سليم بيه، هو صلاح التوخي ده حطك في دماغه قوي كده ليه؟ هو في بينكم ضديات قبل كده؟ صلاح التوخي في الوزاره معروف عنه انه ظابط نظيف وجامد، مفيش قضيه مره يمسكها غير لما يجيب اخرها. بس انا عارف صلاح التوخي بيفكر فيه. صلاح التوخي خايف مني على سمعته، مش بس كظابط شاطر، كظابط شريف. يا فندم. يا وليد ايه الجديد؟ جديد ايه يا فندم؟ انا سايب سعادتك من 3 ساعات. كم ساعه دول ممكن يغيروا الدنيا. سليم ممكن يخرج من المحافظه دي يروح محافظه تانيه، ساعتها يتوب مننا تماما. يا فندم هيخرج يروح فين وهو مصاب زي ما البت قالت؟ ما هو ده السؤال اللي لازم نلاقي الاجابه. تفتكر سليم ممكن يروح فين؟ صلاح التوخي همه الفتره اللي جايه ضايق الدنيا علينا، يعمل لنا كمان في كل حته في مصر، وهيدور علينا في بيوت الناس كلها اللي نعرفها. بس انا ما اعتقدش ان حد ممكن يجي في باله ان انت تبقى هنا. احنا خطوبتنا اتفسخت من زمان ومفيش حاجه تربطنا ببعض. قصدي يعني ده اللي باين للناس. عندك حق، انت صح، بس ده دلوقتي بس، لكن قدام شويه هيوصل لك، يعني هيوصل لك. عشان كده لازم نخلص من اي حاجه ليها علاقه بينا في البيت ده. احنا وزعنا صورهم على كل الكمائن يا فندم زي ما سعادتك امرت. مستحيل يا فندم، مستحيل يطلعوا بره القاهره، وانا بعمل حصر لاصحابه وقرايبه واهله ومعارفه، وبتدور بالكتير يا فندم هيبقى الملف قدام سعادتك. تهيألي كده يا فندم يومين بالكتير وسليم يبقى في ايدينا. قريت ملف سليم الانصاري كويس يا وليد؟ اه يا فندم. اظنش انك قريته خالص، لانك لو كنت قريت ملف سليم الانصاري ما كنتش هتبقى مطمن قوي كده. سليم الانصاري ما هوش مجرد ديلر عادي او ضابط كرش واسع ومرتشي. سليم الانصاري كان متفوق طول ايام دراسته، كان ممكن يدخل اي كليه من كليات القمه زي طب او هندسه او صيدله، لكن اختار بنفسه انه يدخل الشرطه. وطول ايام دراسته في الشرطه كان متفوق تماما، اشتغل في المباحث، في العمليات الخاصه، واثبت كفاءه عاليه جدا في الرمايه واقتحام الاوكار ومكافحه الارهاب. سليم الانصاري مش مجرد مجرم عادي سهل تقبض عليه زي ما انت متصور كده يا وليد. ارجع اقرا ملف سليم الانصاري تاني يا وليد. فهمت يا فريده؟ اي حاجه جه عليها دم امبارح حطيها في كيس اسود وارميها في صندوق زباله بعيد عن البيت وبعيد عن الشغل، مفهوم؟ مش ما ترمهمش كلهم في مكان واحد، خلي الصناديق كلها بعيد عن بعض، وفي كل مكان ارمي حاجه. تمام. خلينا بقى في المهم، الموتوسيكل. احنا خبيناه تحت يا باشا في المخزن بتاع الفيلم. ما ينفعش، صلاح التوخي اهم حاجه دلوقتي هيدور عليها هي الموتوسيكل. لو لقاه هنا في البيت ده فريده تروح في 60 داهيه. طب وده هنعمل فيه ايه؟ الموتوسيكل ده وليد اول خيط هيوصلنا لسليم الانصاري. اي نعم احنا ما معناش نمرته، لكن معانا كل اوصافه من خلال البنت اللي كانت مخطوفه. لو جدعنتوا يا وليد وعرفتوا تجيبوا الولاد اللي كانوا خاطفين البنت هنعرف منهم نمره الموتوسيكل. حاضر يا فندم، هجيب لك العيال دي النهارده يا فندم. ما نشوف يا سيدي. الموتوسيكل ده لازم يختفي، بس قبل ما نخلص منه لازم نشيل من عليه اي حاجه تربطنا بيه، دم بقى، بصمات، اي حاجه يعني، مفهوم؟ تمام. ماشي ماشي. طب بالنسبه للموتوسيكل يا باشا انت كده جيت في ملعبي بقى. ليه بتفهم في الميكانيكا؟ يا باشا اصل انا وانا صغير زمان كنت بشتغل ميكانيكي يعني مع واحد جارنا اسمه لوست علي الحظ، فلوست علي الحظ ده كان بيعمل دماغ كتيره، ومره الحظ خانه فراحت المكنه هبه فيه، فانا سبته ورحت اشتغلت في محل طعميه. اول ما دخلت المحل ام ناصر بقى جايه بتفتح الانبوبه راحت ضربه. خلاص يا ابراهيم خلاص. فريده انت عندك هنا عده؟ عندي اهو، في العربيه كمان. طب كويس، الموتوسيكل ده لازم يفكك مسمار مسمار ويتغسل كويس، عشان ساعتها تقدري تعملي زي الحاجات التانيه ترمي كل حته في مكان. تمام. ولا يهمك يا بنا، هخلي لك اكبر حته في الموتوسيكل ده قد كده.
بس الدنيا حته. ده الموتوسيكل. انت بقى ابراهيم. انا مالي بيه؟ هتفككنا انا كمان؟ انا عارف انت والجدع ومش خاين، بس انا خلاص بعد اللي حصل ما بقتش اثق في حد حتى لو ابويا الله يرحمه. انت هتفضل معايا، ولو فكرت تبعد عنا ابراهيم انا هضربك بالنار. يا باشا هسيبك واروح فين؟ يعني انا كده كده غرز معاك يا سعاده الباشا، يعني هسيبك واروح اسلم نفسي للحكومه؟ ولو روحت بيتنا برضه الحكومه هتقبض عليا. الحكومه بتدور عليا من ناحيه، وحسن الضبع بيدور عليا من الناحيه الثانيه. حسن الضبع مين؟ ابقى احكي لك يا بيه بعدين، بس لما نخلص من اللي في ايدينا. وبعدين يا بنا هستفيد ايه يعني ان انا اغدر بيك؟ ماشي، بس لحد بقى ما نخلص من اللي احنا فيها تفضل معايا. صلاح الطوخي لو مسكك مش هسيبك غير لما تقول له مكاني فين. ده انا عارفه ظابط غلس ومش هيحلك. اه طبعا احنا هنفضل مراقبين بيت الواد اللي معاه اللي اسمه ابراهيم السني، ولو اني متاكد انه مش هيظهر، لان سليم مش هيفرط بسهوله في الراجل الوحيد اللي عارف عنه كل حاجه. هو هيفضل مخليه معاه على طول يا فندم؟ لو سمحت هات لي العده يا لسه فريد. من عينيا. حاضر. قول لي يا فريد، باب اللي ورا مقفول؟ لا. طب روح انت، استنى ابراهيم هاجي معاك عشان نفك الموتوسيكل. تيجي معايا فين يا بيه؟ والجرح اللي في دراعك احسن يتفتح. ما تشغلش دماغك بدراعي. يلا. انا مقدر يا بيه، مقدر وعارف ان انت شاكك فيا. ما هو برضه اكيد بيدور في دماغك ان واحد زي ده رايح السجن، اكيد مجرم، هتطمن له ليه؟ كويس انت عارف ابراهيم ومقدر، بس لازم تعرف ان احنا الاثنين ساعدنا بعض في المصيبه اللي احنا فيها دي، واحنا الاثنين برضه خطر على بعض. لو حد فينا اتمسك هيودي التاني في 60 داهيه، وده مش حل تاني. يعني انا اللي عندي حل تاني يا بيه؟ ما تنساش ان سعادتك كنت رايح السجن انت كمان برضه، يعني ما كنتش رايح مارينا. انا مش عارف لحد دلوقتي هيودوا ضابط السجن ولا يكلبشوه ليه. ده الواحد بيخاف يهوب ناحيه الاسم يا بيه. اه والله لما ببقى رايح اعمل ورقه ولا اي حاجه في الاسم بحط ايدي على قلبي واقول يا رب انجدني. بس بصراحه يا بيه يعني انت غيره. اي والله، وبعد موقف الجدعانه والشهامه اللي انت عملته مع البت الغلبانه دي، وكنت هتودي نفسك في داهيه وتضحي بنفسك، خلاك كبرت عندي قوي يا سليم بيه. والجدعانه يا بيه عند ولاد البلد ليها مقام كبير. تعال معايا يا بيه. اتفضل. اطلع ابراهيم. ما تخلص يا بنت، منك قاعد ازاي؟ عم صب القهوه. روح انت يا شطر، احنا هنصبها. جري يا حاج، مالك في ايه؟ ما تهدى شويه. ما حدش يقول لي ده حماد. انتوا ما حدش حاسبني فيا، وما حدش فيكم مورود زي ما انا مورود. حماد بي عنده حق، احنا في السليم. وبعد كده اذا كان على زناتي قرشين هيسكتوه. يا عم زناتي مين؟ طب والظابط؟ الظابط ده ما يخوفش نمله، بالعكس ده هو اللي خايف ومرعوب. انت مش عارف الداخليه مقلوبه عليه ازاي. وبعدين يا حماد بيه، الراجل بتاعك طلع بينه وبين الظابط سليم طار، يعني ما بيخدمش لله في لله. مين؟ تقصد تميم؟ اه يا سيدي تميم. محضر التحريات اللي اتعمل على سليم، بيقولوا ان هو اتنقل هنا بعد ما وقف عربيه صاحبك في كمين، وضرب البادي جارد اللي معاه علقه لما فرط عظامه. يا راجل يا اخوانا، هيفيدني ايه الهادي ده في موضوعي؟ ازاي هيفيدنا في ايه يا لطفي؟ الراجل ده محسسنا وبيعمل لنا جميله. ما دام الطار واحد يبقى المصلحه واحده، مش كده ولا ايه يا سياده النايب؟ يا ابراهيم ايه الاخبار؟ كله تمام مية مية. فكيت لك الموتوسيكل يجي 25 حتة، وحطيته كله في شنطة العربية. عن إذنكم هغسل ده بالشحن. ما تقلقش بقى، كل حاجة بقت زي الفل. ربنا يستر إن شاء الله. معلش يا فريد تقلت عليكي، بس أنت عارفة بقى أنا ماليش غيرك. طب ما طبعا مالكش غيري. بقول لك إيه؟ أنا هطلع أغير هدومي، عايزة أروح الشغل أخد أجازة، وبعدين هعدي على مامتك. أجازتي ما ينفعش أجازة طبعا. مش عايزين اي حاجه غريبه اليومين دول تلفت النظر. ايوه يا سليم، بس هسيبك. اسمعيني بقى، ما تتعبنيش بقى. حاضر. ويسلمي لي على امي وعلى سلمى، وطمنيهم عليا. ماشي. على فكره ابراهيم ده جدع طيب وابن حلال، انت مش متخيل عمل معاك ايه، وكان بجد خايف عليك من قلبه. غيبان، ما فيش حد ليه امان في الدنيا دي اليومين دول. أنا هروح أغير.
بقول لك صحيح معلش، انا كنت احتاج منك خدمه. قول لي. عايز تليفون وخط بس ما كنتش بسمع حد. انت عارف ان كل الناس اللي حواليا بتراقبين دلوقتي. هتعرفي؟ هعرف يا استاذه. انا مديره اكبر شركه موبايلات في مصر. مش هو ده بقى شغلي اللي ما كانش عاجبك؟ اهو نافعك اهو دلوقتي. والنبي ده وقته؟ وقت.